المركز الفادي للعلاج الطبيعي والسمنة والنحافة مع دكتور مينا ألبير. عمرك لقيت مكان بيلم كل الخدمات مع بعض في مكان واحد؟ مركز الفادي عمل كده. مركز الفادي بيقدم تخسيس موضعي في نفس الجلسة، إذابة ونحت الدهون، أجهزة متطورة للتخسيس الموضعي، علاج النحافة، وكمان في جيم خاص للسيدات. ومش كده وبس، كمان علاج آلام الظهر والرقبة وانزلاق العمود الفقري بدون جراحة، علاج آلام المفاصل والروماتيزم وخشونة الركب، علاج حالات الشلل النصفي والشلل الرباعي والعصب السابع، وكمان عندنا إعادة التأهيل بعد الكسر وإصابات الملاعب. كمان في قسم خاص للتأهيل الأطفال ذو الاحتياجات الخاصة، وقسم خاص للتخاطب وتصحيح عيوب النطق والكلام. زور مركز الفادي مع دكتور مينا ألبير وظبط حياتك. عمرك حسيت كتير انك بتتعب بسهولة بالرغم انك مش بتشتكي من حاجة؟ بتحس بصعوبة الحركة في مفاصلك كتير من الأحيان خلال الأنشطة اليومية؟ بتاخد أدوية كتير ولسه ما وصلتش للتحسن اللي انت عاوزه؟ يبقى الحل عندنا أكيد مع دكتور أحمد زيادة. هنعمل لك تقييم شامل للجهاز الحركي العصبي وتأثير باقي أجهزة الجسم عليه، وكمان إزاي تبقى أفضل صحياً وبدنياً. هنعمل لك سيستم متكامل هيحسن من كفاءة عمل جسمك بشكل تدريجي منتظم، وبنوفر لك متابعة دورية تعرفك مقدار التحسن خلال مراحل العلاج بشكل مخطط ومنظم وفي أقل وقت ممكن، مع إعطائك نصائح علاجية يكون مردودها جيد على صحتك العامة، وكل ده بوسائل علاجية طبيعية ملهاش أي أثار جانبية. وتذكر دايما وقايتك من المشاكل الصحية هدفنا وليس تقديم العلاج فقط. للتواصل معنا على الواتساب 012-852-855-30، ابعت لنا شكوتك واحنا هنوصلك لحلها. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في أولى حلقات برنامج رد الجميل. في برنامجنا هنرد الجميل لكل عالم على أرض الوطن العربي قدر يفيد البشرية بعلمه، لكل فنان رسم البسمة على وجوه المشاهدين بخف ظله. في برنامجنا مش بس هنرد جميلهم، لا ده احنا هنحكي لكم ذكرياتهم وأسرار من حياتهم تذاع لأول مرة، وكمان هنرد على كل الإشاعات اللي اتقالت عليهم فقط وحصريا في برنامج رد الجميل. انتظرونا بعد الفاصل. مركز الفادي للعلاج الطبيعي والسمنة والنحافة مع دكتور مينا ألبير. عمرك لقيت مكان بيلم كل الخدمات مع بعض في مكان واحد؟ مركز الفادي عمل كده. مركز الفادي بيقدم تخسيس موضعي في نفس الجلسة، إذابة ونحت الدهون، أجهزة متطورة للتخسيس الموضعي، علاج النحافة، وكمان في جيم خاص للسيدات. ومش كده وبس، كمان علاج آلام الظهر والرقبة وانزلاق العمود الفقري بدون جراحة، علاج آلام المفاصل والروماتيزم وخشونة الركب، علاج حالات الشلل النصفي والشلل الرباعي والعصب السابع، وكمان عندنا إعادة التأهيل بعد الكسر وإصابات الملاعب. كمان في قسم خاص للتأهيل الأطفال ذو الاحتياجات الخاصة، وقسم خاص للتخاطب وتصحيح عيوب النطق والكلام. زور مركز الفادي مع دكتور مينا ألبير وظبط حياتك. عمرك حسيت كتير انك بتتعب بسهولة بالرغم انك مش بتشتكي من حاجة؟ بتحس بصعوبة الحركة في مفاصلك كتير من الأحيان خلال الأنشطة اليومية؟ بتاخد أدوية كتير ولسه ما وصلتش للتحسن اللي انت عاوزه؟ يبقى الحل عندنا أكيد مع دكتور أحمد زيادة. هنعمل لك تقييم شامل للجهاز الحركي العصبي وتأثير باقي أجهزة الجسم عليه، وكمان إزاي تبقى أفضل صحياً وبدنياً. هنعمل لك سيستم متكامل هيحسن من كفاءة عمل جسمك بشكل تدريجي منتظم، وبنوفر لك متابعة دورية تعرفك مقدار التحسن خلال مراحل العلاج بشكل مخطط ومنظم وفي أقل وقت ممكن، مع إعطائك نصائح علاجية يكون مردودها جيد على صحتك العامة، وكل ده
بوسائل علاجية طبيعية ملهاش أي أثار جانبية. وتذكر دايما وقايتك من المشاكل الصحية هدفنا وليس تقديم العلاج فقط. للتواصل معنا على الواتساب 012-852-855-30. ابعت لنا شكوتك واحنا هنوصلك لحلها. ورجعنا لكم بعد الفاصل في اولى حلقات برنامجنا رد الجميل، واول ضيفه هتكون معانا هي فنانه رحلت عن العالم بجسدها لكن اعمالها باقيه في اذهان كل الشعب المصري والعربي. فنانه جميله كان ليها دور كبير في تربيه جيل كامل من الابناء، قدرت بخفه دمها وروحها الحلوه انها تدخل قلوب كل المشاهدين بدون استئذان. لما تشوفها في تمثيلها ما تقولش ان واحدة بس جاية تمثل دور وتمشي، بتحس ان انت شايف بنتك، اختك، بنت عمك، مامتك. حبيناها في حورية وعشقناها في دلال، وحبيناها في عنبة، وتربينا على كلماتها الجميلة في مسلسل يوميات ونيس. معانا ومعاكم ماما ميسة الفنانة الجميلة سعاد نصر. سعاد نصر ولدت الفنانة الراحلة سعاد نصر في حي شبرا عام 1953، وعلى الرغم من حبها للعمل الصحفي إلا أنها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وخلال دراستها اكتشفها الفنان كرم مطوع الذي رأى فيها مشروع فنانة كوميدية جديدة. تزوجت الفنانة سعاد نصر من الفنان القدير الراحل أحمد عبد الوارث، وأنجبت منه ابنتها فيروز وابنها طارق، ثم تزوجت من المهندس محمد عبد المنعم الذي أكملت معه مشوارها حتى وفاتها. كانت بدايتها السينمائية من خلال مشاركتها في فيلم الغيرة القاتلة، ثم توالت بعدها أدوارها السينمائية التي كان من أبرزها دورها في فيلم هنا القاهرة الذي وضعها في مصاف نجمات الكوميديا في مصر، من خلال أدائها البسيط للشخصية الصعيدية التي تأتي برفقة زوجها لزيارة القاهرة. شاركت في العديد من البطولات المسرحية على رأسها تكسب يا خيشة، جوز ولوز، عيلة عشر نجوم، فأسعدت الملايين بخفة ظلها واستطاعت أن تواصل مسيرة كوميديانات زمن الفن الجميل. نجحت سعاد نصر في تقديم عدد من الأعمال المميزة على شاشة التلفزيون، منها الليل وأخره ومشوار امرأة، أحلام عادية، وغيرها من الأعمال الناجحة. كما أنها شكلت مع الفنان الكبير محمد صبحي ثنائياً كوميدياً رائعاً، وشارك سوياً في عدة أعمال محفورة في أذهان المشاهدين، منها مسرحية الهمجي، مسلسل رحلة المليون، ولكن سيظل دور ميسة في الأجزاء الخمسة من مسلسل يوميات ونيس هو الأهم والأبرز في مسيرتها الفنية، حتى أنها ذكرت في بعض المقابلات الصحفية أن المعجبين ينادونها ماما ميسة. ولكن جاء الجزء السادس من يوميات ونيس وأحفاده بدون ماما ميسة، والتي رحلت عام 2007 بعد خطأ طبي أدى إلى دخولها في غيبوبة كاملة لمدة عام كامل. توفت على إثرها الفنانة الجميلة، تاركة لجمهورها مسيرة فنية أسعدت فيها الكثير، وذكريات جميلة لكل من كان قريبا منها من عائلتها وأصدقائها وكل من تعامل معها. وتركت أبناء أوفياء هما طارق وفيروز، اللذان يفتخران بأن والدتهما هي العظيمة سعاد نصر، وجاء اليوم ليخلدا ذكراها فتبقى باقية في قلوب الناس. اتفقت أنا وزوجتي أن نربي أبناءنا على الأخلاق والقيم لنقدمهم للمجتمع أبا عظيما وأما فاضلة، ولكننا اكتشفنا ونحن نربي أبناءنا أننا نربي أنفسنا معهم. معانا النهاردة لأول مرة على شاشات التلفزيون الجميلة فيروز أحمد عبد الوارث بنت ماما ميسة سعاد نصر. أهلا بيك يا فيروز.
ميرسي، اهلا بيكم وميرسي على الانترو الحلوه دي بتاعت ماما، ميرسي قوي ليكم. ليه مختفيه او ليه مختفيين عن الاعلام؟ مش اختفاء يعني، هو خلاص من بعد وفاه ماما احنا يعني حسينا ان احنا غير، سبيشلي بعد لما الاشاعات طلعت وكلام كان بيطلع حاجات كتير غريبه جدا، كنا بجد بنتضايق قوي من الصحافه ومن الحاجات اللي بتكتب عليها اللي هي اصلا ملهاش اي اساس من الصحه. فانا من زمان اصلا يعني انا ماليش علاقه قوي بالميديا، يعني انا مش طالعه زي ماما قوي، بس سبيشلي من بعد هي من بعد وفاتها انا ما كناش حابين خالص ان احنا نطلع في برنامج او نقول حاجه او حتى نكذب الاشاعات، لان احنا ما كناش مركزين في ده خالص، يعني احنا كنا مركزين ان هي تفوق وتقوم لينا بالسلامه. بس يعني فهي دي اكتر حاجه، ان احنا ما كناش عايزين نركز في اي حاجه من الحاجات دي اكتر من ان احنا بس نطمن عليها. احنا مبسوطين ان انت معانا لاول مره. انا اكتر بجد ميرسي. مبسوطين اكتر كمان بكل الحاجات الجميله اللي هنعرضها النهارده للساده المشاهدين، ذكريات وملابس وصور وحاجات جميله قوي من ذكريات عيله الفنانه الجميله سعاد نصر. دي حقيقة في حاجات كتير قوي، انا جبت لكم حاجات كتير قوي يا جماعه بجد النهارده. اللي ما تعرفوش بقى ان انا لابسه الساعه بتاعت الفنانه سعاد نصر. ايوه صح. اتعلمتي ايه من سعاد نصر الام وسعاد نصر الفنانه؟ ماما احنا كنا صحاب جدا، يعني فعلا فعلا صحاب، مش علاقه ام خالص، وبجد ده مش كلام، يعني اي حد هتكلموه هتسالوه عن الموضوع ده هيقولوا لكم الموضوع ده. انا كنت معاها في كل التصوير وكنت معاها في كل الخروجات، وصحابها وصحابي صحاب بعض ونعرف كل حاجه عن بعض. فماما بجد حد يعني لا يعوض، ويعني انا مفتقده اكتر صداقتها يعني ليا. احنا كنا فعلا يعني هي تخلص تصوير ونطلع نسافر اسكندريه مع بعض، كل لينا لوحدنا مع بعض، لينا دنيا تانية كنا بنعيشها، ودي اكتر حاجه بصراحه انا مفتقداها. يعني ماما علمتني بقى حاجات كتير جدا، لان ماما كانت القيم والاخلاق، دي حقيقه بجد والله. يعني فعلا لما بيسالوني عن شخصيه ميسه بقول لهم هي بجد قريبه جدا منها. يعني كام في الميه من شخصيه ميسه سعاد نصر في البيت؟ كام في الميه من ميسه؟ يعني 200%. يا بختك. لان فعلا يعني الناس بتقول هو في كده، هو في حد كده والاخلاق دي، ويا ريت كلنا نبقى كده. وطبعا الناس كلها اتربت على المسلسل، ويعني كان طبعا. كان جيراننا بيجوا يقولوا لنا يعني احنا اولادنا بيذاكروا وما بنخليهمش يتفرجوا على حاجه ما عدا المسلسل ده، ياخدوا بريك ويتفرجوا عليه، لان هو ده يعني احنا بنسمح لهم بده واللي بيتعلموه فيه حاجه مختلفه والكلام ده. فماما فعلا كانت يعني ما بتسكتش على الظلم، كانت حقانيه قوي، جدعه قوي، ما يعني ما تقف يعني فعل الخير طول الوقت طول الوقت. هي فعلا يعني اي حد عارفها يقول لكم الكلام ده، يعني مفيش حد مش يعني عارفها هيقول اي حاجه غير كده. يعني ماما هتبقى حاطه في شنطه العربيه حاجات، رز ومكرونه ومش عارفه ايه وحاجات، وماشيه بقى بنوزع على اي حد. طبعا رمضان ده ليه طقوس تانية خالص، ال 30 يوم دول يعني كان حياتنا بتتحول، يعني احنا حياتنا بتتحول فيهم. فماما بجد كانت حد جميل. الرز بتحشي في سندوتشات؟ تعرفت الموضوع ده؟ المعلومات دي يا جماعه سريه وصعب قوي ان احنا نتكلم عليها. هو انا برضو ما كنتش اعرف الموضوع ده، عرفته لما بدات احط الرز في السندوتشات. يعني طب احكي لنا بقى، ايه بقى، ايه موضوع الرز والسندوتشات دي؟ هو بتحطوا ليه بقى الرز في السندوتشات؟ احنا في رمضان لينا طقوس كده معينه طول رمضان، يعني طول ايام رمضان بنجمع كل الناس اللي ممكن نجمعهم من العاملين بقى والاصدقاء وكده، وبيبدا المطبخ يتحول لايه، لمطبخ عالمي. يعني احنا بنتحول من مطبخ كانك مطعم يعني. فحلل بقى غريبه جدا كبيره جدا، رز وفراخ وحاجات كتير قوي، وبنبدا ان احنا نعمل بقى السندوتشات والحاجات عشان الفطار. احنا ما بنفطرش في البيت عشان احنا بننزل ناخد اللفه دي على طول قبل الفطار، وطبعا بنرجع دايما بعد الفطار. فالباك دي بقى بيبقى فيها حاجات كتير قوي، بيبقى من ضمنها ان احنا الساندوتش بنحط جواه الرز، نحط جواه الفراخ او اللحمه. دي لازم خلطه سعاد نصر. يعني خلطه سعاد نصر فعلا طبعا. والتمر، ويعني لما بقينا
مودرن شويه بقى فيه عصير، يعني دي كانت حاجه بقى اللي هو زياده بقى شويه. بس هو يا ماما الرز في السندوتشات ايه، هو كده وجبه متكامله وبروتين والحاجات عشان يبقى كله مع بعض، عشان حتى تكفي ونقدر ان احنا نعمل عدد اكبر. يعني الاساس من الموضوع ده ان احنا نعمل عدد اكبر بدل ما يبقى ده لوحده ده لوحده كده. فدي حاجه حبيبتي انا اتعلمتها منها، ويا ربنا يقدرني ان انا افضل يعني مستمره عليها طول حياتي. يعني انا عايز اقول لك ان احد صديقاتها واحنا بنكلمها استاذه منى. منى طمان. طنط منى حبيبتي. هي بتقول لي انا كل رمضان باخد 3 ايام معاها مثلا في رمضان. دي حقيقة. فبتقول لي انا بلاقيها كل يوم بتعمل كميه شنط غريبه قوي، وبتنزل بنفسها توزعها. فبقول لها طب يا سعاد خلي اي حد ينزل يوزعها. فتقول لها لا عشان اخد انا الثواب. اخد انا الثواب. هي بتشبط بقى في الثواب. ماما على طول شفطانه في الثواب. اعمل الخير وارميه، اعمل الخير وارميه في ميزان حسناتك. دي جمله هي ماما ليها كتاب كده صغير بتكتب فيه كل الافكار بتاعتها. بتحب تكتب برضو لان الصحافه ولسه في دمها، فدايما بتحب تكتب حاجات معينه، حاجات هي عايزه تفتكرها، حكم كده بتحطها على جنب. فالحاجه اللي انا كنت مره خدت بالي منها، يعني طبعا ده مليان، يا ريتني الاقي الكتاب ده في يوم من الايام واعرضه للناس. يعني كانت بتقول لي اعمل الخير وارميه في ميزان حسناتك. احنا عندنا اول مره اسمعها من ماما. لا ارميه البحر، لا ارميه البحر ده بالنسبه لها في كده في اهمال، وفي ان هو يعني انا بعمل حاجه تقيله عليا. هي الموضوع بالنسبه لها مش كده. هي دايما الحاجه رايحه في حته، ورايحه الحسنات، ورايحه لميزان الحسنات. فهي ده يعني مهم قوي بالنسبه لها، وهي شايفاه كده. وهي فعلا انا شايفاها احلى، يعني انا شايفه الجمله فعلا احلى من ان هو ورمي البحر يلا من ورا ظهرك كده وانت يعني قرفان. فدي الحقيقه يعني. طب تعمل خير وترميه في ميزان حسناتها ماشي، توزع وجبات في رمضان ماشي، لكن تسافر 3 ساعات روحة وثلاثة جاية عشان تحضر فرح حد متعرفوش. يعني أنا كمان كنت في المشوار ده. أنا رحت المشوار ده وكان فيه فعلا يعني سوبر ماركت من الحاجات المعروفة، كنا دايما بنجيب منه حاجات الشهر. وكانوا هم هي ماما حد محبوب جدا، يعني بتدخل المكان كله عايز يساعد، وكله عايز يتصور معاها، وكله كده. فحد من العاملين الموجودين هناك اللي بيساعدها تشيل الشنط والحاجات كان كل شويه يقول لها انا فرحي قرب، انا فرحي جاي كده ينفع. فمره عزمها بقى بجد، وانا نفسي تيجي وفي البلد وكده، ومش سفر يعني حوالي 3 ساعات. ف ده لو قريبه بيكسل ما يروح 3 ساعات ما فيش خالص. فساعات لو حد بيبقى عنده فرح حد قريب منه وما بيقدرش يروحه بسبب المشوار، يعني عندها جبر الخواطر فجدا. فقالت له خلاص انا هاجي. قلت لها هتيجي فين يا ماما؟ احنا هنروح فين؟ لا يعني هنروح. ففعلا احنا رحنا وهم كانوا يعني مش مصدقين، يعني فعلا ما حدش كان مصدق ان هي دخلت واحيت الفرح ورقصت معاهم وغنت معاهم. رقصت مع العرس والعريس والعروسه. بالظبط كده. يا مكتوب والله. فكانت حاجه بصراحه جميله، وهي فرحتهم كلهم. يعني هي اليوم ده هي فرحتهم، وانا حسيت فعلا ان هي ليه صممت انها تروح. لما رحت وشفتهم قد ايه مبسوطين بصراحه. فعلا. انا عايز اقول لك كمان يعني من المواقف اللي بتحضرني دلوقتي واللي بفتكرها، ان احد صديقاتها في اسكندريه، ففي مره بتكلمها بتقول لها يعني صديقتها بتكلم استاذه سعاد نصر بتقول لها الو. فسعاد نصر حست ان صوتها غريب في حاجه، فبتقول لها انت مالك يا منى؟ فقلت لها لا مفيش. فقلت لها لا مفيش، قفلت السماعه. فاستاذه منى بتحكي لي بتقول لي انا استغربت، هي دي مجنونه بتقفل السماعه فيا ولا ايه؟ بتقول لي بعد 3 ساعات لقيت الباب بيخبط ولقيتها داخله عليا. ده بيحصل عادي. ده بجد بيحصل عادي. يعني هي ماما فعلا كده. كانت برضو عندي واحدة صاحبتي في كنا في ثانوية عامة تقريبا، وكان لسه بداية بقى ان البنات بتتحجب والبداية دي، والبنت دي كانت انتمتي يعني، وجات لنا البيت مرة وكنا بنذاكر وقالت لي انا اتحجبت، وجات لسه كانت اول يوم ليها. ماما كانت مش عارف برضو الساعة 10 بالليل، وهي ليها مواعيد كده في بالليل دي، انا يعني تبقى صعبة شوية. اخدت يلا تعالي هنروح فين، يلا تعالي، واخدتها ونزلت جابت لها كولكشن بقى من الفيلز والحاجات كتير قوي، عشان هي جديد عليها الموضوع وكده، عشان تبقى سهل عليها، وتجيب لها الوان وكده. فدي حاجه انا فاكراها برده كانت حلوه قوي. فهي ماما مش بتتاخر في يعني هي وانس انها بتعرف خلاص ان في حاجه حصلت، في حاجه غلط فتصلحها، او في حاجه صح فتحاول ان هي تعززها.
فهي فعلا ماما كانت كده يعني، كان غريب الموضوع ان هو يبقى القيم تبقى ظاهره بالشكل ده دلوقتي يعني، ده قليل لما الواحد فعلا بيلاقيه يعني. من كلامنا وكلام كل اللي بيحبوا سعاد نصر عرفنا ان سعاد نصر ليها اصدقاء كتيره جدا. فعلا ميراث الانسان مش بالمال، فعلا ميراث الانسان باصدقائه. ودلوقتي هنطلع فيديو مع الفنان صلاح عبد الله. حبيبي سعاد نصر، وسعاد نصر بالذات يعني اجمل عشره واحلى الذكريات. اتقابلنا في الهمجي في اواخر الثمانينات وبقينا اصحاب واكتر من الاخوات. سعاد نصر بنت البلد الاصيله الجميله. سعاد يعني خفه الدم اللي ملهاش مثيل، يعني الطيبه والشهامه والجدعنه. ياما وقفت جنبي ودعمتني في مشواري. يا فيروز يا طارق، أمكم مش بس عايشة في قلبكم، لا دي عايشة في قلبي وفي قلب كل الناس اللي عرفوها وكل المشاهدين اللي حبوها. تعيشوا وتفتكروا وتتباهوا وتفتخروا بسعاد نصر، عمكم وخالكم صلاح عبد الله. تقول ايه على الفيديو الجميل ده؟ انا هقول ايه بعد اللي اتقال؟ ما فيش حاجه اقولها خالص. ده عمو صلاح، ده حبيبي يعني فعلا. يعني اقدر اقول فعلا حد من الناس اللي مربياني يعني فعلا بجد، لان هم عشره زي ما بيقول من همجي، فالهمجي دي قبل ما وجودي يعني قبل الوجود اصلا. لكن فعلا هم صداقه وجدعنه، وفيهم صفات قريبه هم الاثنين من بعض جدا، اللي هو الجدعنه والشهامه والتفاني في ان احنا نساعد والحاجات دي. فهو حد جميل وانا بحبه جدا، وهو لسه قريب مننا لحد دلوقتي انا وطارق، يعني لسه على علاقه حلوه قوي بينا يعني. فربنا يديله الصحه ومرسي على الفيديو الحلو ده بجد، هو قال كلام حلو قوي عليها يعني. لا بصي الاستاذ صلاح عبد الله، احنا مش هنعديه بالسهل كده يعني. خليني انا عايز اسال سؤالين محيريني قوي. هي ماما كانت بتحب الموز قوي كده، والنقطه الثانيه برنامج اسمه رفيق العمر تاخد فيه بنتها، والدرجه دي العلاقه كانت جميله قوي وحلوه قوي بينكم. جدا جدا جدا. ده البرنامج ده بقى حاجه عزيزه على قلبي جدا، لان ده برنامج انا وماما فيه مع بعض. كنا من الاول بقى من الاول. انا يعني هي البرنامج كان تقديم خالد ابو النجا، وهو كان اسمه رفيق العمر، وكان مطلوب فيه ان هي تبقى بيبقى تيمز يعني، بيبقوا فريق وبيبقى مسابقه وحاجه تنافسيه كده، بس بتجيب حد يعني براحتها، مش لازم تجيب حد يعني، مش لازم كله يبقى هو فريق فنان وفريق فنان، بس ممكن تجيبي بنتك اهلك صحابك كده. فهي اختارت انا وتطمونة طبعا، لان تطمونة طمان يعني هي من اعز اصدقائها. فانا رحت معاكي تيجي معايا، قلت لها اجي اجي، كنت بقى صغيره وعايزه اروح بقى اعمل حركات. وفعلا اليوم ده كان جو حلو قوي، واتبسطت وقعدنا نلعب ونجاوب على اسئله ونضحك. لا فعلا كان يوم جميل، وحتى كان عيد ميلاد تطمونه والناس كلها احتفلت بالعيد ميلاد هناك يعني. كان نفسي يعني بجد ان شاء الله في مره، انا نفسي مش عارفه اجيب الفيديو ده لحد ده. الفيديو معانا؟ لا بجد؟ هننزل لقطات منه على صفحه برنامج رد جميل ان شاء الله. يا ريت يا ريت ان شاء الله. احنا معانا كل المصادر. ده انا مش معايا الفيديو ده، ممكن ابقى اخد بس اول مره. وذكريات احنا هتلاقوها عندنا. دي حقيقه بجد. انا فعلا انا نفسي مش عارفه اجيب الفيديو ده لحد ده. الحلقه دي كانت بتاريخ تقريبا 27/11، ده كان بيصادف عيد ميلاد منى تمام. واتفاجئت هي ان بعد البرنامج ان استاذ سعاد نصر عامله لها بقى عيد ميلاد واتفقت مع الاعداد. وكمان يعني هي فكاهيه قوي يعني. تخيلي بتقولي بتحكي لي استاذه منى، بتقولي احنا على الهوا، فبتقول لهم هي منى طبعا من اسكندريه. فبتقول لهم على فكره منى جايه من الساعه 1، وهي من الساعه 1 بتحط ماسكارا لغايه دلوقتي. لغايه دلوقتي ما خلصتش، هي على طول بقى في تتريق على الحاجات دي. فخالد فبتقول لي خالد قال لها انا مش قادره اشتغل، بتقول لي مش عارفه. دي حقيقه، احنا طول الوقت ماما كانت بتعمل حاجات وبتقول كومنتس تحفه واحنا قاعدين بنضحك، وهي فعلا ليها الموضوع ده انها ممكن لازم تعلق على حد، زودها بقى في الميك اب او لبس مش عارفه ايه، لازم تقول ليها كومنت مميز، ودايما كلامها ورايها بيبقى مميز مختلف عن كل الناس يعني، ما بيبقاش حاجه تقليديه. لدرجه الثلاجه والمرتبه؟
ده كده تاريخ بقى يا بقى. احنا بدأنا المنطقة دي منطقة اعراض التلاجة والمرتبة. احنا امهاتنا ليهم كلمات معينة محفوظين، بس التلاجة والمرتبة دي لا، حاجة جديدة. انا اتربيت على الجملة دي بقى، يعني انا وطارق بجد طول حياتنا على الجملة العصامية دي. انا البيت ده ما كانش فيه غير مرتبة وتلاجة. انا جبت بيتنا اللي هو في المهندسين، بيت ماما الله يرحمها. فانا البيت ايه يا ماما المرتبة ايش؟ طب اشمعنى يعني؟ احنا محتاجين نعرف. انا هم دول اللي انا جبت وكملت كل حاجة، انا اللي عملت كل حاجة. طب يا ماما يعني كويس، مرتبة وتلاجة اي حاجة بقى حد يكلمها. انا 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 جيت البيت ده ما كانش فيه مرتبة وتلاجة. عارفين كل اللي انا عملته لكم ده عشان يعني نحس شوية ان الموضوع ده جديد عند سعاد مصر. ايه ده الجديد؟ كان فعلا يعني كان فعلا البيت دي حقيقة. يعني انا برضو كان عندي يعني سنتين انا اتدلعت شويه. جيت بقى كان بدا بقى الفرنتشر تيجي. ممكن يكون طارق شيء شويه يعني، ممكن يكون طارق عايش مع المرتبه شويه. انا اكيد يعني كنت طفله، اكيد جابوا لي سرير يعني او حاجه يعني. احنا عايزين نوضح ان سعاد مصر يعني عصامية جدا، وبدات من البدايه شقتها ما كانتش فيها غير مرتبه وثلاجه. دي حقيقه، ودي حقيقه. فهي بدات من تحوش تحوش عشان تشتري اصلا البيت وملك وحاجه، وفي مكان مهندسين بقى يعني، ومن ارقى الاماكن اللي موجوده. فدي كانت حاجه بالنسبه لها كبيره قوي انها. وبعدين هي جابت البيت كان في بداياتها خالص يعني. فهي كانت فرحانة قوي لما البيت كمل وبقى فيه صفرة وبقى فيه حاجات تانية. فده يعني بسبب نجاحها وشغلها ومجهودها اللي هي يعني قد ايه بتحب شغلها يعني. طب بما انك طلعتي معاها في برنامج رفيق العمر، وانت شاطرة قوي كده في الميديا، ايه اللي خلاكي ما تطلعيش معاها في اي دور من الادوار؟ انا بتكسف شوية، انا مش كاميرا بيرسون يعني. بس كتير طبعا كانوا بيقولوا لي، وبروح معاها المسرح يعني. انا بعشق المسرح، فكنت بروح معاها كل يوم يعني، كل يوم تروح المسرح. وانا من وانا صغيره مره اقعد قدامه مره اقعد وراه. اول لما كبرت بدات اساعدها في حاجات، اقول لها حاجات افيهات. طب نقولي ده حلو، ده شبابيه اكتر، الشباب دلوقتي بيحبوا الاعلان ده، مش عارفه ايه. فبدات تبقى يعني وجودي مصلحه ليها يعني، بدا يبقى الموضوع كده. لكن غير كده انا ورا الكاميرا. شخصيه هدى الزائر ده كنت اتوقع ان فيروز تمثل الدور ده، وخاصه ان تقارب العمر. انا طول الوقت بقى وانا ماشيه هما الناس فاكريني هدى. احنا على طول احنا اصحاب بقى طبعا جدا كلنا. فكانت لا، كانت هدى اصغر مني يعني، هدى اكشلي اصغر مني. ف احنا بنتكلم على ريم يعني، عشان بس الناس تبقى عارفه ما تتلخبطش. بنتكلم على ريم. ريم احمد. فريم اصغر مني، فكنت وقتها كل ما اخرج معاها كان ننزل بقى مثلا رايحين اي حته بنتعشى او اي حاجه، دورك كان رائع في يوميات ونيس. اقول ميرسي والله يا جماعه، ميرسي قوي. هي ريم قالت لنا ان هي صدقتك، وان انتوا كنتوا الاثنين بنلعب بقى مع بعض. انتوا الاثنين بتلعبوا دايما، تسيبكم في الاوضه تطلع بره وتجيب لكم اكل ولعب. لان احنا كنا صغيرين في السن يعني، ريم طبعا كانت صغنونه خاصه، انا كنت اكبر شويه. فاحنا الاثنين يعني ما ينفعش بقى ندخل عند اللوكيشن قوي يعني، بعيد ونبقى قاعدين في الاوضه بنلعب مع بعض يعني. هو ده اللي كان بنلعبه بس. ماما كانت بتجيب لها اكل يعني، كلهم كانوا بيتكلموا على اكل ماما. بتقول ان هي بتعمل اكل بقى في البيت. احكي لنا انت بقى. ماما بقى يعني مش اللي هو كل يوم في المطبخ وبقى بتعمل كل، بس ليها اكلات معروفة يعني، الناس بتيجي تاكل عندها وحاجات بقى معينة. البامية دي بقى اوعى، حاجة خطيرة. مكرونة بشمال، المحشي. وبعدين انت هتجوعينا في نروح نشوف التقرير، لان انا فعلا جوعت. يعني سعاد مصر بتعمل بامية ومحشي، لا انا مش قادرة بصراحة، مش هستحمل. نشوف التقرير ونشوف مين المفاجأة اللي معانا. اوكي. طبعا مبسوطه ان انا معاكم. طبعا يعني ان انا اتكلم على طنط سعاد الله يرحمها، موضوع يعني ما بيبقاش لاقي كلام يعبر عن اللي جواه. هي فعلا كانت ام لينا كلنا احنا الاربعه في الاستوديو على مدار الخمس سنين. افتقدناها جدا في الاجزاء اللي احنا عملناها واحنا كبار. الله يرحمك يعني، كلنا مفتقدينك الفتره ديت، وكان نفسنا تبقي معانا. طبعا مواقف كتيره جدا الواحد يعني يحب ان هو يحكيها. ياما كلنا مع بعض، وياما شربنا مع بعض، وطول الوقت كانت بتدينا نصايح احنا الاربعه. وكانت طول الوقت بتقعد تقول يعني ان انا بفكرها فيروز، ومش هنسى طبعا فيروز. كتير كنت بتيجي البلاتو، كانت بتجيب طنط سعاد الله يرحمها، كانت بتجيب فيروز
ونقعد نلعب مع بعض انا وهي. وحشتيني جدا يا فيروز ونفسي فعلا اشوفك. يعني واحد مش عارف يقول ايه ومهما قعدت احاول اتكلم احكي يعني واحاول اعبر عن اللي جوايا عن كلام سعيد اكيد مش هعرف. عشره كبيره جدا وايام كتيره حلوه وياما اتعلمنا منك والله يرحمك. طبعا مبسوطه ان انا معاكم في برنامج لمسه وفاء. طبعا يعني ان انا اتكلم على طن سعيد الله يرحمها موضوع. احنا حابين برضو نشكر ريم. ريم هي لسه على فكره يعني لسه بقت ماما من شهر تقريبا او شهر ونص قريب، فاحنا بنبارك لها ومولود يا رب سعيد. الف مبروك. وبنشكرها رغم كل الجو اللي هي فيه الا ان هي اصرت ان هي تشارك معانا وتبعت لنا فيديو. وهي بقى هنا بتقول برنامج لمسه وفاء. فالنقطه هنا بقى ايه القصه بقى؟ انتوا عارفين ان الكتاب بتاعنا اللي هو نيفر جيف اب او لا تستسلم كنا عاملين فيه قسم خاص اسمه لمسه وفاء. فكان اول الفنانين والفنانات معانا هي الجميله سعاد نصر. وكل ابناء بقى ونيس اتكلموا اشتركوا في اللون وكلهم اجمعوا ان ماما كانت بتجمعهم وكانت بتعمل لهم دايما اكل وتدي لهم نصايح. الحاجه اللي نفسي اسالها يعني احنا دايما بنوجه طبعا تحيه للفنان الكبير محمد صبحي بابا ونيس. طبعا معروف عن الفنان محمد صبحي انه ملتزم جدا 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 لدرجه ان هم مسميينه في اللوكيشن سياده اللواء. فايه تعامل بقى ماما ميسة او سعاد نصر مع محمد صبحي وخاصه مع الفنان الكبير محمد صبحي، وخاصه ان ابناء ونيس كلهم من خلال كلامهم معانا بيقولوا لنا دايما هي كانت دايما تفك الاشتباك اللي بيننا. أيوة. دايما بتصالحنا. فحضرتك طبعا كنت بتحضري معاها في الكواليس، احكي لنا بقى ايه علاقتها بالفنان الكبير محمد صبحي وايه اللي كان بيحصل بقى وازاي كانت تتعامل معاه بقى؟ لا هو انكي صبحي كان الالتزام يعني الرهيب من اول ان الموبايلات في المسرح ما ينفعش وممنوع والناس كلها تخرج بره والمواعيد طبعا رعب 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 رهيب. وهو فعلا يعني زي ما بيقولوا كده اللي دخل مدرسه صبحي يعني فعلا طلع منضبط وملتزم. واعتقد حتى الفنانين لما هتسالهم منى زكي وهاني رمزي وكده هيبقوا شربوا شويه من الموضوع لان هو فعلا الموضوع عنده مش هزار. يعني هو الشغل هو الانضباط، مفيش يعني مينفعش حد يبقى ممثل شاطر قوي ويجي متأخر شوية. فماما طالعة كده وماما فيها الحتة دي، بس أكيد كان في حد تاني بيعك شوية يعني أكيد كان في حد مش حافظ. فده طبعا بيحصل كتير وعمار مختلفة وظروف مختلفة فكان بيحصل. فطبعا كان كمية التأديب اللي بياخدوه في البروفا او في اي حاجه قبليها كان فعلا ماما بجد بتدخل خلاص معلش وتهدي طب خلاص دور المصلح الاجتماعي دور المصلح الاجتماعي على طول. ومن الناحيه الثانيه وانتوا ذاكروا بقى شويه وانتوا ذاكروا بقى يعني مش اللي هو هنا لا لا الطرفين بفرض الطرفين الطرف الناحيه دي والناحيه دي بس. وفي نفس الوقت بتجيب الاكل الاجواء كلها شغاله كلهم اجمعوا يعني اتواصلنا معاهم كلهم. لا ماما ميسة كانت بتجيب لنا الاكل وبتجمعنا فاحنا يعني لازم الكل ياكل. يعني احنا يعني انا مره كنت بكلم ماما في الجامعه وبحكي لها عادي بقول لها ان الصبح ما فطرناش ودخلنا كذا سكشن وعندي النهارده لحد والله بتكلم عن نفس الموضوع بتاع تطمنى كده نص ساعه لقيتها جايه بقى وجايبه لنا بقى كل السناكس وكل الحاجات. ايه انت انا بره انا قدام انا قدام البوابه تعالي لي يلا بره وبتاع. فهو ده كده يعني هي ماما الحته دي كلها العطاء ده فعلا هو من اكتر مصر. واحد في ابناء ونيس كان قريب لقلبها بتهيألي هدى اللي هي جهاد عشان اللي بيتلخبطوا في الناس تقريبا عارفه الشخصيات بشرف الدين اعتقد كده ان هما الاثنين فيهم برضو صفات حلوه قوي من بعض. وهدى حد جميل قوي 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 وممثله جميله وشاطره واخلاقيا بقى حاجه يعني فوق الوصف. فماما حبيبتي كانت برضو بتعتبرها انها بنتها الكبيره يعني بجد دايما كانت بره اللوكيشن دايما بيكلموا مع بعض ويعني في نصايح رايحه جايه وحكاوي وحاجات. فاعتقد احنا بنلبي لك كل طلباتك اي حد بتجيبي سيرته بنجيبه لك على طول تقرير اهو ده كمان حبيبتي اهو ده. مساء الخير عليكم كلكم. ساعات بقعد افكر ان احنا ممكن يبقى في حد في وسطينا بنحبه قوي قوي قوي
وما بنعبرش على الحب ده او ما بنقولش اللي جوانا، لان احنا عايشين والحياة امان يعني. ففجأة الحد ده لما يتاخد منك بتندم قوي ان انت ما قلتلوش كل اللي نفسك فيه، ما قلتلوش ان انا بحبك قوي قوي قوي، ما قلتلوش على المواقف الجميلة اللي انت شايلها له. وللأسف هي دي سنة الحياة، وهو ده الموت للأسف. يعني أنا مبسوطة إن بعمل فيديو لرد الجميل، أقل حاجة نقدمها يا رب توصل للبني آدم اللي بنحبه، يا رب يعرف قد إيه كان لينا ذكريات حلوة معاه. فأنا النهاردة جاية أتكلم عن الفنانة الجميلة الجدعة بنت البلد، أمي، مش أمي بس، أم جيل كتير قوي، ماما ميسة اللي كل الناس عرفت اتربت على ونيس، واتربت ان في بابا ونيس وماما ميسة على قيم وأخلاق. جيل بحاله لسه في أجيال بتطلع بتتربى على ونيس، يوميات ونيس. هدى بجد حد من الشخصيات الجميلة، وهي من وهي صغيرة وهي تحسيها حد كده ذو خلق وحد فاهم وحد مسؤول وحد جميل، يعني مش اللي هو ما دخلتش في حتة ان هي تبقى شابة بقى ومش مركزة خالص. هي دايما عندها فيجن ودايما كده اخلاقها بجد حلوه وكلامها حلو، فعشان كده فعلا هم كانوا قريبين جدا من بعض. فانا سؤال صعب يا فيروز، احساسك ايه لما جت الجزء الثالث ما شفتش ماما ميسه؟ اتفرجتش عليه وانا اسفه يعني، فعلا انا حتى يعني انكل صبحي يعني مش عارفه عارف الكلام ده ولا لا، بس انا للاسف ما اتفرجتش عليه يعني، ملوش، مش هبقى حاسه ان ليه طعم يعني من غير حتى يعني. هو انا عارفه ان الحقيقه اتعرضت زي ما هي وكل حاجه، وكلام اتقال ان هي يعني توفت او كده، بس يعني ما عرفتش خالص اتفرج عليه، وما حسيتش ان العيله يعني كامله يعني، هي في حاجه ناقصه يعني. فكنت دايما بقى بتفرج على الاعاده بقى بتاعه الاجزاء الاولانيه، بس للاسف الاجزاء الاخيره ما شفتهاش. طالما دخلنا في مود الحزن كده بقى، ليه ماما قررت تعمل العملية؟ ماما بتحب شغلها جدا جدا، وهي حد يعني بيحب ان هي تهتم بنفسها وبشرتها وبتاكل صحي جدا ومبتشربش سجاير ابدا، يعني حد فعلا مركز مع نفسه. فلما بتتخن حاجة بسيطة يعني تتجنن يعني، وهي اكشلي عملت قبل كده عمليه تخسيس قبل كده يعني، بسبب برضو يعني كانت حاجه وداخله فيلم وكده. فكان بقى لها فتره بتتكلم عن الموضوع انها يعني عايزه تعمل عمليه وكده، وانا ماما رفضتين بقى يعني، رفضت، فيش مناقشه اصلا خالص، يا ماما مفيش عمليات، انت زي القمر وانت كذا، انت بتروحي النادي كل يوم، تمشي في التراك ساعه يعني، انت تمام. ف بس عايزه بس اعمل مش عارف ايه، بس عايزه ايه، معلش يا ماما بليز. فهو فعلا هو جت يعني يوم، للاسف اليوم اللي دخلت فيه المستشفى ده، احنا قعدت طول اليوم ما نعرفش عنها حاجه خالص، احنا ما نعرفش هي فين، ما نعرفش اي حاجه، لحد الساعه 1 بالليل تقريبا او كده. كلمنا كل الناس يعني، عمو منعم، وكلنا كلمنا كل الناس، عمو منعم محمد عبد المنعم هو جوز مامتي الله يرحمه. ف ايه فين، مش لاقيينها خالص. فانا جت في دماغي الموضوع بتاع المستشفى ده، قلت له تقريبا ماما بتعمل العمليه، ماما اكيد بدام هي الموبايل كده مقفول، وطبعا الموبايل ده اللي هو كان بأريال يعني حاجه قديمه قوي، فبدام احنا مش قادرين نوصل لها خالص كده، انا شاكه في الموضوع ده، نكلم المستشفى لان احنا عارفينها وعارفين الدكتور وعارفين ان هي راحت في نفس المكان قبل كده. فعلا كلمنا المستشفى، كانت هي لسه بقى زي داخله ولسه ما فاقتش يعني، لسه في الفتره الاولانيه هي لسه ما خلصتش، قالوا لنا لسه ما فاقتش قدامها كام ساعه عشان تفوق وتمام هي موجوده. انتوا ما كنتوش تعرفوا اصلا ان ماما راحت تعمل عمليه، هي راحت لوحدها ولا اي حاجه؟ هي راحت ما قالتش لحد خالص عشان ما تقلقش حد خالص كان يعرف، ولا اي حد ولا اي حاجه، ولا الفنان هناء الشربجي ولا اي حد خالص خالص. يعني
ممكن تكون كانت قايله لحد من صاحبتها بقى واحنا ما نعرفش، بس احنا البيت كله ما حدش عارف حاجه. وانا اخويا كان مسافر لان طارق كان يعني ضابط بحري بيبقى على مركب وبيقعد بفترات طويله في البحر، يعني 6 شهور سنه بحر ما نعرفش عنه حاجه، بس بالتليفونات بس مش بيرجع يعني. فكانت هي فعلا التخمين ده طلع للاسف حقيقي يعني. وطبعا جرينا بقى على المستشفى وبدات بقى القصه من هنا، مستشفى كذا، اصل حصل حاجه، اصل هي كذا، اصل الاكسجين، اصل ضغطها واطي والكلام ده. بس طبعا للاسف في اهمال وفي غلطه حصلت يعني. ف ومن هنا بقى عشنا السنه بتاعه الكامله بتاعه الغيبوبه لحد ما طفت. فيروز احنا عرفنا ان ماما قعدت في الغيبوبه دي سنه كامله وانتوا كل يوم كنتوا بتروحوا لها، احساسكم ايه وانتوا بتروحوا كل يوم؟ و هي دي كانت اصعب حاجه في حياتي، اكتر السنه دي كانت اصعب سنه في حياتي، عشان انا بخلص جامعه وبطلع على المستشفى اقعد احكي لماما بقى طول اليوم، بس يعني مش بترد عليا يعني. هي الفكره ان هي كانت يعني سنه كامله مفيش اي استجابه، مفيش اي جديد. فبحكي لها كل يوم انا عموما نعم تفاصيل يومنا، عملنا ايه، رحنا اكلنا، مين جالنا، مين جه. فهي دي السنة كانت عاملة كده، ان احنا بنروح ونحكي ونتكلم ونقضي طول اليوم، نروح ننام، روح الجامعة، ارجع احكي تفاصيل مختلفة على امل ان يبقى فيه جديد، او على امل ان هي بس تفتح تتكلم معنا. بس للأسف يعني ما كانش فيه حاجة كده خالص. طبعا احنا عارفين ان دي كانت لحظات صعبة جدا عليكي، واحنا والله مش حابين نفكرك بيها، بس مامتك لها حق عليكي وعلينا. العمليه دي كانت بدايه اشاعات كتيره جدا طلعت على الفنانه سعاد نصر، وعشان كده احنا هنختم حلقتنا معاك النهارده على وعد ان الحلقه اللي جايه هتكون رد على كل الاشاعات اللي ابتدت من بدايه دخول الفنانه سعاد نصر العمليه. ايه الرؤيه اللي شافتها قبل وفاتها، والرؤيه اللي شافتها فيروز كمان، الاشاعات، كميه الاشاعات الكتيره اللي اتقالت على الفنانه سعاد نصر. ان شاء الله في الحلقه اللي جايه هنرد على كل الاشاعات. معانا الجميله فيروز احمد عبد الوارث، هترد على كل الاشاعات وهصحح كل المعلومات الخاطئه اللي تداولت في وسائل الاعلام بعد وفاه الفنانه الجميله سعاد نصر. انتظرونا في الحلقه القادمه.